أحسن الله إليكم، ما حكم قول جمعة مباركة؟ لا لها أصل، هذه ما يتناقلها العوام، ولا لها أصل التهنئة بالجمعة. الأصل أن الإنسان يعظم يوم الجمعة ويعرف ما منح الله هذه الأمة من خصائصه، يكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجمعة ويوم الجمعة، ويحقق ما شرع ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالجمعة من الأحكام والآداب، ويسعى أنه تكون الجمعة كفارة لما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، ويحذر من البدع، من الاستحسان، الاستحسان فقد شرع، تشرع مع شرع الله جل وعلا، اتق الله في نفسك. صلى الله عليكم شيخنا. كم حديث جبرائيل عليه السلام فيه 5 أسئلة تسد عليها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، يجعلنا وإياكم من هداة الخلق وأنصار الحق، ويعيذنا من ضلالة الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويجعلنا مباركين إلى ما كنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. جزاكم الله خير.